المادة بتاعتنا احنا طبعا فرع زي ما قلنا هنمشي فرع الريفريجريشن. واحمد هيمشي معاكم الاير كونديشن. تمام. طبعا انتوا عارفين الفرق الاساسي ما بين التبريد وعمليه التكييف، طبعا درستوا انتوا الكلام ده ومر عليكم قبل كده، فمش هنقعد نتطرق ليه كتير. في حاجه؟ تمام. الماده مقسومه عندنا قسمين اساسيين كده هم اللي عليهم اغلب المسائل، وحاجه بسيطه في الاواخر كده يعني حاجه موضوعها بسيط ما فيهاش تفاصيل كتير، بس هي القسمين الاساسيين على النوع ده اللي هي الاير سايكل او ريفيرزد اير سايكل، واللي هي الفيبر كومبريشن سايكل. تمام. يبقى عندنا الريفيرزد اير سايكل ودي النص الاولاني اللي نبدا بيه، والفيبر كومبريشن سايكل. فيبر كومبريشن طبعا هتبقى خرائط وهتجيبوا فيها خرائط التكييف وكده وخرائط التبريد قصدي، والاير دي هتبقى كلها معادلات عاديه زي السيرمو بالظبط. تمام. دي القسمين الاساسيين اللي عليهم اغلب المسائل. وعليكم السلام. غالبا الاير ده هياخد مننا سكشنين او ثلاث سكاشن او يعني غالبا سكشنين. الفيبر بياخد اغلب بقيه السكاشن والجزء الاخير هو الباقي. تمام. الماده مش طويله ولا حاجه، هي بس تركزوا زي ما قلت لكم في النظر مع الدكتور. تمام. عندنا نحاول نفتكر فكره التبريد بشكل عام. احنا عندنا كان عندنا المحرك الحراري او الهيت انجن. كان الوضع الطبيعي بيسحب كيو، كنا بنسميها كيو اتش ونطلع كيو ال. في الحاله دي يديني ايه؟ يديني باور او ورك. تمام. ده الهيت انجن او المحرك الحراري في الوضع الطبيعي بتاعه. عندنا الريفيرزد هيت انجن كان العكس، انت بتدفع شغل يبدا يسحب حراره من وسط ويطلعها للوسط الثاني، وده فعلا اللي بيحصل في التكييف، التكييف اللي هو البيت او الثلاجه، بتلاقي والله وسط بارد جوه والوسط الثاني سخن، وانت بتدفع الباور اللي هي بتروح فين؟ في الكمبروسر. تمام. دي الفكره الاساسيه بتاع دورات التبريد. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا بنبدا دايما اول دوره او ابسط دوره بنبدا بقى عندنا اللي هي كارنوت سايكل وريفرسد كارنوت سايكل. تمام. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا كارنوت سايكل هي بس كل ده كلام بسيط، واغلب السكشن النهارده يعتبر مراجعه، ما فيهوش حاجه جديده تعتبر يعني. وعليكم السلام. شد الباب وراك. كارنوت سايكل لو نفتكر الاجراءات بتاعتها. تمام. دي الكارنوت سايكل العاديه مش الريفرسد كارنوت سايكل. كان عندنا اجراء كومبريشن، اجراء هيت اديشن، اجراء اكسبانشن، اجراء هيت ريجكشن. كان بالشكل ده كده، وكان عندنا لو جينا نرقمهم عشان بس ارقمهم بنفس الترتيب 1 2 3 4. كنا الاجراء ده بيبقى ايزنتروبيك كومبريشن، وده ايزوثيرمال هيت، ده كان بيبقى هيت اديشن، وده بيبقى ايزنتروبيك اكسبانشن. حاضر. ايزنتروبيك اكسبانشن، وهنا ايزوثيرمال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقفل الباب وراك بس معلش. هيت ريجكشن. دول كانوا الاربع اجراءات بتوع دوره كارنوت. تمام. هنعرف نحللهم دلوقتي بس نرسم دوره كارنوت العكسيه، بس نكون فاهمين بس الاجراءات اللي عندنا. الاجراء ده ايزنتروبيك والاجراء ايزنتروبيك، دي الدوره طبعا العاديه. تمام. وايزوثيرمال وايزوثيرمال، واحد هيت اديشن واحد هيت ريجكشن. دي شكل الدوره البسيطه عندنا. ايه فكره دوره التبريد؟ اللي انا بعمل نفس الدوره دي بس بالعكس، واي بعد كده دوره هندرسها سواء حتى الفيبر كومبريشن او اي حاجه هي كلها بس معكوسه.
تمام؟ يعني أي دورة كنت دارسها قبل كده في السيرمو هتاخدها، بس كل ده بالعكس. تمام؟ دي فكرة. اتفضل. دي فكرة دورة كارنوت. عندنا ريفرس كارنوت سايكل نرسمها هنا في جنب. نفس الكلام بالظبط، هرسمها كبيرة شوية بس بالعكس. تمام؟ كنا قلنا هنا اللي احنا بنبدا نطرد حراره للوسط وسميناها كيو اتش، وبنسحب حراره من الوسط تاني سميناها كيو ال، وهنا بقى الاكسبانشن اللي كان هنا بقى كومبريشن هنا، يبقى ايزنتروبيك. كومبريشن وهنا ايزنتروبيك اكسبنشن. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ ده طبعا كله مراجعات وبنبدأ فيه دايما في أي حاجة سواء سيرمو أو أي دورات نبدأ بيها. تمام؟ دي الفكرة الأساسية عندنا. تعالوا نحلل دورة كارنوت كده، نشوف تحليل دورة كارنوت. إحنا كان عندنا دورة كارنوت لو نفتكر بتشتغل على اعلى حراره واقل حراره، دي فكره دوره كارنوت، هي شغاله ما بين درجات الحراره. فتبقى عندي هنا دي اسمها تي هوت ودي اسمها تي كول. نفس الفكره هناك، طبعا احنا مش هنشتغل بقى على كارنوت سايكل خلاص، هنشتغل على ريفرسد كارنوت سايكل. تمام؟ لو نفتكر ان المنحنى ده كان اسمه التي اس. تمام؟ عندنا التي اس دايجرام كان فيه ميزه ان المساحه تحت المنحنى فيه بتمثل لي الكيو. تمام؟ فالمساحه تحت المنحنى في التي اس بتمثل لي الكيو، يعني مساحه اي يعني المنحنى ده مثلا ده بيمثل لي تحته كده الكيو، والمساحه فوق بتمثل لي الكيو. فالحته دي عندي لو نفتكر كانت عباره عن ايه؟ دلتا اس. واحد اثنين ثلاثه اربعه. فانا لو عايز احسب الكيو ال احسبها ازاي؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ تمام. لو عايز احسب الكيو ال كانت هتبقى عباره عن التي كولد. المسميات بقى ساعات ممكن تسمى تي كولد، تسمى تي لو، تسمى تي هاي، تسمى تي هوت، براحتك خالص يعني مش هتفرق. تي كولد مضروبه في الدلتا اس اللي هي اس 1 ناقص اس 4. تمام؟ وعندي الكيو هوت بتساوي التي هوت مضروبه في دلتا اس برضو. تمام؟ عندي الدبليو بتاع الدوره بتمثل لي ايه؟ اي شغل في الدورات، اي شغل في الدورات بتمثل لي مساحه المنحنى المقفول ده. اللي هي بتمثل لي ايه؟ والله مساحه المستطيل الكبير ده ناقص مساحه المستطيل الصغير اللي تحت ده. اللي هي اكنها كيو هوت ناقص كيو ال. تمام؟ فتبقى عندي دبليو بتمثل لي كيو هوت ناقص الكيو ال. اللي اقدر اقولها بشكل تاني الدلتا اس طبعا متساويه لان طول الحته دي هنا متساويه، فتبقى عندي بشكل تاني هتساوي التي هوت ناقص التي كولد، خدتهم كعامل مشترك من المعادلات دي، مضروبه في الدلتا اس. كل ده كلام قديم فبنمشي عليه بسرعه يعني. تمام؟ انا بقى عايز احسب الكفاءه بتاع او مش كفاءه بقى ساعتها، لو كانت دوره كارنوت، لو كانت دورة كارنوت كنا بنحسب الكفاءة بتاع الدورة، لأن كانت الكفاءة ساعتها الدبليو اللي أنا بستفاد منها على كيو هوت اللي أنا بدفعها، وكان ساعتها كيو هوت دي لازم تكون أكبر من الدبليو. هنا المشكلة في ريفرسد كارنوت سايكل إن عندك هنا ممكن الكيو ال دي اللي أنت بتستفاد منها، أو معلش الكيو ال هي فعلا اللي أنت بتستفاد منها، لأن أنا بعمل الدورات دي للتبريد، فيبقى عندي اللي أنا بستفاد منه هي دي. تمام؟ فأنا عندي التعريف بتاع حاجة أنا عايز أحسب أدائها أو كفاءتها أو بشكل عام الحاجة اللي بتمثل لي أداء السيستم للمنظومة حاجة زي كده، بيبقى عبارة عن اللي أنا باخده اللي هو كيو ال مثلا على اللي أنا بدفعه اللي هي الدبليو نت. تمام؟ فاللي أنا باخده هنا هو المرة دي الكيو ال، واللي أنا بدفعه هو الدبليو. تمام؟ قال لك هنا الرقم ده مش لازم يطلع
اصغر من الواحد، وتعريف الكفاءات دايما ان هو اصغر من الواحد. الرقم ده ممكن يبقى اصغر من واحد، ممكن يبقى واحد، ممكن يبقى اكبر من الواحد، تمام؟ فقال لك كده، عشان كده في الحاله دي بنسمي سي او بي، كوفيشنت اوف بيرفورمانس، تمام؟ كوفيشنت اوف بيرفورمانس اللي هي بتساوي كيو ال على الدبليو. لو جينا نختصرهم، الكيو ال دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن تي سي في الدلتا اس، والدبليو كانت عباره عن ايه؟ تي اتش ناقص تي سي في الدلتا اس. برضو هنشيل الدلتا اس مع الدلتا اس، يتبقى لك تي سي على تي اتش ناقص تي سي ناقص تي سي، تمام؟ ويبقى ده بيمثل لي السي او بي بتاع دوره ايه؟ بتاع دوره الريفرس كارنت، تمام؟ قال لك في نقطه هنا كمان، ساعات في بعض الاحيان المبرد او الحاجه اللي بتبرد انا مش بشغلها كمبرد، زي في الشتاء بنشغل التكييف ساعات بنشغله كهيت، يعني كمصدر تسخين او كده، هيتر او كده. قال لك ساعتها انت بتستفاد من ايه بقى؟ بتستفاد من هنا من كيو اتش دي. فبدل ما كان هنا هيبقى كيو ال، هتبقى ساعتها كيو ايه؟ كيو اتش. برضه ريفرست كارنوت، بس هنا مره هنسميها مبرد او ريفرجريتور، ومره هنسميها هيت، تمام؟ ساعتها السي او بي بتاعتها هتبقى اللي انت بتستفاد منه ساعتها هتبقى كيو اتش على الدبليو. لو جينا نختصرها، كل اللي هيحصل هتبقى تي اتش هي اللي فوق على تي اتش ناقص تي سي. حد عنده مشكلة هنا؟ قال لك بقى لو عندك أي آلة حرارية، أي آلة حرارية لو نفس الآلة الحرارية اللي هي الآلة المعكوسة يعني دي، قال لك بيبقى فيها بقى حاجة، ما احنا خلاص طالما كده، قال لك السي او بي في حالة اللي هي الهيتر ده أو اللي احنا مشغلينها في حالة تسخين يعني، ناقص السي او بي كمبرد بيساوي واحد. ليه؟ ما هي لو جيت تطرحهم من بعض هتطلع تي اتش ناقص تي سي اللي هي على تي اتش ناقص تي سي، تمام؟ في الحالة بتاع كارنوت دي هتطلع لك بالشكل ده. عشان لو قال لك حل مساله بكارنوت وبعد كده ما يعني ممكن يديلك درجات الحراره، يعني هي ما فيش حاجه يعني، مسائل كارنوت كلها بسيطه يعني. حد عنده مشكله لحد هنا؟ دي كلها مراجعات بسيطه، تمام. قال لك بقى نفس المشكله عندنا بتحصل. الصوت يا باشمهندس، الصوت يا باشمهندس. قال لك مشكله بتحصل لدوره كارنوت زي ما خدنا قبل كده ما ينفعش تتطبق على الحقيقه، تمام؟ بس لازم نبدا بيها عشان نفهم الفكره الماكسيمم، يعني ماكسيمم بيرفورمانس لاي دوره او ريفرست يعني دوره حراريه بس معكوسه، تمام؟ قال لك طب انا ايه اللي بعمله بقى؟ بنبدا ندرسها، اول حاجه هندرسها على الهواء، تمام؟ وبعد كده لما نبدا في الفيبر هنعرف ليه بعدنا عن الهواء ودرسناه في الفيبر، وهنعرف تطبيقات على الهواء وتطبيقات على الفيبر، تمام؟ هنعرف كل واحده يعني بتفصيلها بس في وقتها. المهم دلوقتي طالما احنا هنبدا ندرسها على الهواء يبقى لازم نفتكر بس حاجه بسيطه كده قبل ما نبدا في الهواء. قال لك بعض خواص الهواء لازم تكون عارفها، الار بتاع الهواء، والحاجات دي مهمه بتلخبط ناس كتير. قال لك 0.287 ايه بقى وحدتها؟ كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، تمام؟ ركز في الوحده، الوحده مهمه، تمام؟ قال لك السي بي بتاع الهواء بتساوي 1.005 برضه كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. تركز هنا ليه بقى؟ لان لو انت بتعامل مع كيلو جول ونص وفي النص في درجات حراره، لا ما ينفعش، هتطلع لك كل تعاملاتك هتطلع بالكيلو وات، فانت اتاكد بقى انت معوض بايه عشان لما تيجي تتعامل في نص المسافه، تمام؟ السي في بتاع الهواء بتساوي 0.718 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. الجاما بتاع الهواء 1.4 من 10.
طبعا تكون عارف برضو ان السي بي ناقص السي في بتساوي ايه؟ بتساوي الار، وان السي بي على السي في بتساوي الجاما. دي تكون عارفها عشان لو جاب لك اي سي بي وما ادالكش السي في وانت محتاجها في اي حسابات او العكس، ومش مديلك ان السي بي الهواء يعني مديلك لغاز معين، او مش قال لك الهواء ده ظروفه متغيره شويه، تعرف تستنتجهم من بعض. تمام؟ نروح بقى على دورات الهواء. عندنا بقى لو جينا نرسم بقى المكونات بتاع الدورة، يعني الدورة عبارة عن ايه؟ الدورة فيها أربع أجزاء أساسية. أربع أجزاء أساسية. نبدأ نرسمه قبل ما نرسم الدورة على الخريطة. أول مكون عندنا اللي هو الكمبروسر، وده أهم وحدة عندنا في الدورة. تمام؟ الكمبروسر بيبدأ يضغط الهواء عندي لحد ما يدخله على مكان تبادل الحرارة بس مع الوسط، بتبقى المكان ده سخن. تمام؟ بنسميه هنا كوندنسر. يعني بيسمى في دورات التبريد كوندنسر، هو مش كوندنسر في دورات الهواء، بس ساعات يطلق عليه كوندنسر. أو يسموه الهاي بريشر مثلا هيت اكشنجر، واللو بريشر هيت اكشنجر، أو أي مسمى. بس ليه ما هو اسمه هنا كوندنسر وما بيحصلش فيه تكثيف؟ عشان بعد كده في دورات الفيبر هتسمى، هنعرف ان في تكثيف وفي تبخير وفي كل ده بيحصل، فهي مسمى على نفس المسمى بس. تمام؟ بعد كده عندنا اكسباندر او تربينه، يبقى ده كومبروشن. بعد كده عندنا افيبوريتور. تمام؟ دي شكل الدورة عندي وشكل المكونات بتاع الدورة عندي. طبعا الدورة عندنا بتبدأ من هنا، تمام؟ احنا في دورات الهواء هنبدأ برضو نمشي وراها خطوة خطوة كده زي ما بدأنا. كارنوت كانت في الأساس برضو متكونة من نفس الحاجات دي بس بشوية افتراضات. الافتراضات ان افترضنا هنا ايزنتروبيك وهنا ايزنتروبيك وهنا ايزوفيرمال وهنا ايزوفيرمال. دي الحالة المثالية بالكامل. بنبدأ بقى نتحرك خطوة خطوة نحو جهة الحالة الحقيقية شوية. تمام؟ الخطوة الأولى اللي احنا هنعتبر ده مش ايزوثيرمال وده ايزوثيرمال. تمام؟ دي أول خطوة بنبدأ نحيد عنها عن كارنوت. بس هنسيب ده ايزنتروبيك وده ايزنتروبيك في الأول. تمام؟ بيطلع عندنا بقى دورة اسمها برايتون أو ريفيرسيد. برايتون أو جول سايكل. تمام؟ سواء كده أو كده. تمام؟ شكل الدورة عندي بيبقى عامل إزاي؟ زي ما قلنا كل اللي بيتغير عندي إن بدل ما الإجراءات هنا كانت أيزوفيرمال هتبقى الإجراءات هنا إيه؟ أيزوبيريك بثبات الضغط. تمام؟ شكل الدورة عندي بتحرك طبعًا بين خطين ضغط. تمام؟ ببدأ هنا من واحد. الاجراء ده زي ما قلنا احنا محافظين عليه، والاجراء ده ايزنتروبيك زي ما هو، فيبقى عندي كده وانزل كده. يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة. دي التي اس. ماشي ماشي مش مشكلة. تمام؟ يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة. دي شكل الدورة عندي كإجراء ايزنتروبيك وايزنتروبيك، واجراء اللي هو كونستانت بريشر وكونستانت بريشر. تعال نمشي ورا الدوره حته حته كده، نبدا نكتب الاجراءات. يبقى انا عندي من واحد لاثنين ايزنتروبيك كومبريشن، من اثنين لثلاثه اتفضل كونستانت بريشر هيت ريجكشن، لان هنا اللي بيحصل انك بتطرد حراره الوسط الخارجي.
من 3 ل 4 ايزنتروبيك اكسبانشن، ومن 4 ل 1 كونستانت بريشر هيت اديشن. طبعا اديشن وريجكشن دي بتعتبر بالنسبه للدوره بتاعتي، انما بالنسبه للوسط الخارجي عشان بعد كده هتقابلنا في مسائل يعني ان شاء الله، الوسط الخارجي هو اللي بيسحب منه الحراره. عشان لما يقول لك وسط حراري يتم سحب منه الحراره ما تفهمش ان هو هنا، هو الوسط بيسحب منه هنا، انما بالنسبه للدوره هي اللي بتمتص. تمام، يعني الدوره هنا اللي بتمتص، هنا الدوره هي اللي بتطرد. بالنسبه للاوساط لا، الوسط هنا هو اللي بيمتص، الوسط هنا هو اللي بيطرد، يعني العمليه معكوسه يعني. تمام، دي دي الاجراءات بتاعه الدوره عندي. طبعا انتوا واخدين برضو الكلام ده قبل كده. تمام، نبدا نشوف الاجراءات بتاعتي عامله ازاي. عندي الدوره بتبقى عندي من بي 1 وبي 2، عندي ضغط منخفض وضغط عالي. تمام، الدوره بتبدا تتحرك ما بينهم. العلاقات اللي بتربط لي ما بين درجات الحراره والضغوط اللي هي العلاقات الايزنتروبيك، معلش ساعات بيسمي البي 2 على البي 1، بيسميها الار بي، الار بريشر ريشيو، عشان لما يديها لك في المساله على طول، او كومبريشن ريشيو يعني على حسب بقى، كومبريشن بريشر مش هتفرق يعني. تمام، عندنا الار بي زي ما قلنا بتساوي البي 2 على البي 1. لو انا عايز، لو بيديني هنا التي 1 مثلا، يعني مديني التي 1 عند النقطه دي ومديني التي 3، وعايز اجيب التي 2 والتي 4، عندي التي 2 على التي 1 بتساوي الار بي اس جاما ناقص 1 على جاما. تمام، والتي 4 او التي 3 على التي 4 دايما بخلي الكبير فوق عشان اخليها كلها بالار بي، وشوف انت عايز تجيب ايه، هتساوي ار بي اس جاما ناقص 1 على جاما. تمام، يبقى انا كده لو عندي التي 1 اقدر اجيب التي 2، لو عندي التي 3 اقدر اجيب التي 4. تمام، طب انا عايز احسب ايه في الدوره؟ والله كل دورات التبريد اي لغايه لحد اخر السنه هو كل اللي هيطلبه منك السي او بي، ولو طلب منك شويه حاجات جانبيه بقى كباور ولا حاجه، بس كده كده مش هتعرف تحسب السي او بي غير ما تطلع الحاجات الجانبيه. فاي دوره عندنا هنعوز منها السي او بي. تمام، تعال نشوف هنحسب الحاجات المطلوبه عشان نجيب السي او بي ازاي. انا عندي السي او بي اساسا هي نفس الفكره، هتساوي كيو ال على الدبليو نت. انا بمشي لكم حاجه حاجه بس بالعكس عشان نعرف احنا ايه اللي هنحسبه. عايزين نحسب الكيو ال، والدبليو نت عباره عن ايه؟ عباره عن دبليو الكمبروسر ناقص دبليو الاكسباندر. تمام، يبقى انا عندي الكيو ال وعندي الدبليو نت، هتساوي الدبليو كومبروسر ناقص دبليو الاكسباندر. طبعا نحسب كل واحده فيهم، والله حساباتهم سهله طالما انا بتعامل مع ايديا الجاز والحسابات بسيطه. هتبقى كيو ال، ما احنا قلناها كده كده مش تفرق معاك، انت الثلاثه اكبر من اربعه، فالار بي دي لو اترفعت لاي اس هتبقى اكبر من الواحد، يعني اكبر من الكوميت ومقسومين على بعض، لو عكستها تطلع لك واحد على الار بي مش هتفرق. مش هتفرق، هي انت دلوقتي 3 اكبر من 4، الار بي ده رقم اكبر من 1، لو اترفع على اي اس هيطلع لك رقم اكبر من 1، فتبقى 3 على 4 هي الاكبر، لو عكست الواحد على ار بي هيبقى رقم اصغر من 1، لو رفعته لاي اس هيفضل اصغر من 1، فتبقى كان 4 بقت هي اللي على 3 عشان هي الرقم الصغير، ما فيهاش اي حاجه. اعملها زي ما مش هتفرق يعني. تمام؟ عايزين نحسب بقى كيو ال، في حاجه؟ في اي سؤال؟ عايزين نحسب بقى كيو ال، ناخدهم خطوه خطوه. طبعا لازم ناخد بالنا كويس، يا ترى كيو ال دي كابيتال ولا سمول؟ زي ما احنا فاكرين اي حاجه سمول يبقى مش مضروبه في ام دوت، اي حاجه كابيتال يبقى اتضربت في الام دوت. تمام؟ فانا عندي كيو ال سمول عباره عن السي بي
فين بقى كيو ال؟ الكيو ال هنا تمام، دي كيو اتش. كيو اتش ده غالبا مش بنحتاجها في حاجه. هتبقى من 1 ل 4، يبقى تي 1 ناقص تي 4، يبقى انا معايا كيو ال دلوقتي. عند الدبليو كومبريسور نفس الفكره بالسي بي برضه، يبقى من تي 2 ناقص تي 1. دبليو اكسباندر برضه السي بي في تي 3 ناقص تي 4. تمام؟ يبقى انا كده طلعت كله، كده اقدر احسب السي وبي. والله طلب مني بقى باور، طلب مني اي حاجه بقى، مضطر احسب الام دوت. يبقى انا لازم يكون عندي الام دوت، لو انا عايز احول اي حاجه من دي لحاجه حقيقيه بقى اللي هي كيلو وات او كده. يعني لو قال لي عايز كولينج افكت، كلمه كولينج افكت معناها كيو ال سمول. تمام؟ كولينج لود لما يقول لي لود يبقى عايزها كيو كابيتال اللي هي مضروبه في الام دوت. تمام؟ لو قال لي عايز الباور بتاع الكمبروسر برضه نفس الفكر، هتقوم راح ضاربها في الام دوت. يبقى انت اي حاجه عايز تحولها تضرب في الام دوت هنا او هنا او هنا عشان تطلع لك الكيو ال كابيتال او الباور بتاع الكمبروسر او الباور بتاع الاكسباندر. تمام؟ ده عشان اطلع ايه؟ عشان اطلع اللي هو الحاجات كابيتال. انا قلت ان انا الدبليو اللي انت عندي الدبليو اللي بتاخد ورك من الاكسبانشن، صح؟ بتاخد ورك من الاكسبانشن لان هو في الاصل بيكون متوصلين مع بعض كده. يعني ده على نفس الشفط، هنشوفها بعد كده ان شاء الله لما ناخد دورات الطياره هنفهمها اكتر شويه. ما هو لازم يديك معلومه، هو مش هيخليك تجيبها من الهواء يعني، هو لازم يقول لك مثلا والله عندك حمل التبريد بتاع الدوره دي كذا. فانت حمل التبريد خلاص اللي هو مدولك بالوات. ساعات بيدي حمل التبريد بوحدة اللي هو طن الريفريجريشن، تمام؟ اللي هي تي ار. التار دي بتساوي 3.5 من الكيلو وات، حولها بقى انت على طول. تمام؟ نكون عارفين الوحدات دي. تمام؟ لو ادالك الكمبروسر كباور بالحصار بالاتش بي اللي هي بتساوي 75% تقريبا من الكيلو وات. تمام؟ 75 ولا 85؟ ما تفرقش يعني 74 75، الأرقام البسيطة مش تفرق، أهم حاجة تبقى في 70 يعني. تمام؟ تأكد من هذا. دي كده لو عندي الدورة أقدر أحسب فيها كل حاجة. تمام؟ طالما الدورة دي ايزنتروبيك، طالما الدورة دي عندي ايزنتروبيك، والله في علاقة أقدر أحسب بيها السي أو بي على طول. تمام؟ أقدر أحسب السي أو بي على طول من علاقة. قال لك إن السي أو بي بتساوي 1 على الأر بي بس جاما ناقص 1 على جاما ناقص 1. تمام؟ العلاقة دي أنا كاتبها في الورق، إثباتها بسيط يعني. عشان اقف عليه ليه في حاله ايزنتروبيك. تمام؟ دي ساعات بنحتاجها طبعا، لان انت ممكن يديك الار بي يقول لك احسب لي عادي. زي مسألة من المسائل كان بيقول لهم يعني قال لك الار بي بتتغير، يعني كان في مسألة قال لهم الار بي بتتغير، هات لي تغير، ارسم لي كيرف لتغير السي او بي مع تغير الار بي. فلما ما انتش عارف العلاقة مش هتمشي وراها. المفروض هي معادلة بس، هتقعد تعوض مرة بنقطة ومرة بنقطة ترسم الكيرف. تمام؟ فبتبقى حاجة بسيطة زي كده لازم تكون في بالك يعني. حد عنده مشكلة هنا؟ عشان بس امسحها كامل. طبعا دي ما ينفعش تطبقها غير لو ايزنتروبيك. ها؟ كل القوانين دي لحد دلوقتي طبقها لو ايزنتروبيك بس. نبدا نشوف لو احنا مش ايزنتروبيك هنكمل، ما احنا قلنا هنمشي خطوه خطوه. المدى بتاع الار بي. المدى بتاع الار بي؟ ما هو ملوش مدى معين، يعني مش فاكره ان ليه مدى معين، ما هو ساعات بيبقى ممكن 2 3 16
ملوش مدى معين في الحقيقه. لا ليه مدى معين بس والله مش متذكره يعني صراحه. لو الدوره دي اكشوال بقى، لو الدوره دي بدانا نروح لاكشوال شويه تمام، يبقى ساعتها الخط ده معاش ايزنتروبيك هيطلع على المايل شويه كده، يبقى نروح عند الاثنين داش وهننزل عند الاربعه داش تمام. يبقى دي ساعتها هتبقى دي كانت ايديال، اللي فاتت دي كانت ايديال، هتبقى الاكشوال دي تمام. والله عندي صورتين بقى يعني الدنيا بقى الاكشوال دي، لو قال لي اكشوال بيبقى عندي صورتين للحاله دي. الحاله الاولى يديني كفاءه كومبروسور وكفاءه اكسباندر او كفاءه التربينه، او هنا يديني الاجراء بوليتروبيك اس ان. فاكرين انتوا طبعا الاجراء البوليتروبيك تمام. الاثنين دول صورتين بس مختلفتين للاكشوال تمام. لو في حاله اداني الكفاءات بتاع الكومبروسور، لو في حاله اداني الكفاءات بتاع الكومبروسور وبتاع الاكسباندر، عندي ساعتها اقدر احسب بقى الكفاءات منها، اقدر احسب درجات الحراره الحقيقيه، فتبقى عندي كفاءه الكمبروسر. دايما افتكرها، انت عايز الخط القصير على الخط الكبير عشان كفاءه، فتبقى تي 2 ناقص تي 1 اللي هو الخط المستقيم بتاع الايزنتروبيك على تي 2 داش ناقص تي 1. كفاءه الاكسباندر بتساوي برضو الخط الطويل على هو اللي بيبقى تحت، يبقى انا عندي 3 ناقص 4 داش هي اللي فوق المره دي على تي 3 ناقص تي 4 تمام. ومن هنا اقدر احسب الداش والداش، وساعتها كل العلاقات زي بعضها اللي فات. لو تفتكروا اي علاقه كتبناها قبل كده في الايزنتروبيك هي نفسها، بس كل اللي هيفرق معاك انك بدل ما كنت هتعوض بالاثنين هتعوض بالاثنين داش. يعني مثلا لو قلنا عايزين نحسب، مثلا عايزين نحسب الكيو ال، فبدل ما انت كنت هتقول 1 ناقص 4 هتبقى 1 ناقص 4 داش. عايزين نحسب الدبليو بتاع الكمبروسر، بدل ما انت كنت هتقول 2 ناقص 1 هتبقى 2 داش ناقص 1، والسي بي زي ما هي تمام. في اي مشكله هنا؟ مش هكتبهم تاني بقى يعني، مش هنعيد العلاقات تاني. دي الصوره الاولى لو قال لي اكشوال. الصوره الثانيه لو اداني في حاله اس ان او اجراء اس ان اللي هو البوليتروبيك، في الحالة دي هتبقى تي 2 داش على تي 1 هتساوي ار بي اس ان ناقص 1 على ان تمام. وبرضو التي هعملها لك زي ما انت كنت عايزها، 4 على 3 4 داش على 3 هتساوي 1 على ار بي اس ان ناقص 1 على ان. في مشكلة؟ تمام؟ يبقى انا هنا اقدر اطلع 4 داش و2 داش. بس طبعا ما ينفعش اعوض بالجام. تمام؟ فما ينفعش استعمل علاقات السي بي على طول. هرجع للعلاقات الأصلية بتاع حسابات الباور وكده. عندي الكيو ال هي الوحيدة اللي أقدر أستعمل فيها السي بي، لأن السي بي ده أساسا هو يعني المعامل بيمثل لي المعامل عند ثبات الضغط أساسا، فده أقدر أستعمله في حساب الكيو ال عادي. يبقى الكيو ال زي ما هي خالص مفيش تغيير فيها. السي بي هتبقى تي 1 ناقص تي 4 داش. الدبليو بقى هي اللي هتبقى مختلفه شويه. هنرجع لاصل العلاقه. الدبليو بتاع الكمبروسر هتبقى بتساوي ان على ان ناقص 1 في الار في التي 2 داش ناقص تي 1. والدبليو بتاع الاكسباندر هتساوي ان على ان ناقص 1 في الار في التي 3 ناقص تي 4 داش. طبعا قبل كده كانت الجاما على جاما ناقص 1 في الار دي بتديني السي بي على طول، فكانت تتحول، انما الوقت بقت ان فانا رجعت لها لاصلها، ما ينفعتش انها تحول سي بي عشان هي على اصلها. تمام؟ السي بي اساسا دي اللي بتمثل لي، لو تفتكر لو انا عندي جسم بيسخن وانا او انا بسخنه او كده، هو بيسخن تحت تاثير ثبات الضغط زي الميه انت بسخن، فبقوم راح قايل الدلتا بي الدلتا تي في السي بي عاديه، لان هو بيمثل لي المعامل اللي بيحسب لي تغير الحراره
او كميه الحراره الماده بتكتسبها عند ثبات الضغط اساسا. فهو كده كده الاجراء بتاعي عند ثبات الضغط. المشكله اللي حصلت عندي في الاجراءات الثانيه بتاع الشغل ده، ده زي ما هو مفيش في اي تغيير، هو عند ثبات الضغط برضه. يعني احنا ما غيرناش لسه اي حاجه في الضغط صح، فخلاص زي ما هو الشغل هو اللي اتغير بس في الاجراء. الكيو اتش زيها ملهاش اي تغيير برضه، لانها عن ثبات الضغط. تمام. في اي مشكله هنا؟ تمام. تعالوا نكمل كده برضه نقرب من الحقيقه شويه. الحقيقه عندي مفيش حاجه اسمها ثبات ضغط، بيحصل عندي لوسس في الضغط. نرسم بقى الدوره دي بس انضف شويه. لازم في المساله عشان اعرف ان في تغير في الضغط لازم هو يقول لي، ما حدش يفرض من عنده ان في تغير في الضغط. تمام. لو هو ما قالليش يبقى هي ثبات ضغط. بيبقى شكل الدوره عندي بس تمام. انا شكل الدوره اللي عايز ارسمها بقى اكشوال خالص، يبقى الدوره عندي ده الاجراء لو هو ايه ايزنتروبيك، ده الاجراء اللي هو الحقيقي الاكشوال. تمام. رسمت خط ضغط تاني تحت شويه عشان في لوسز بتحصل في الضغط. ده لو كان هيحصل اللي هو بثبات الضغط، ده اللوسس هيحصل عندي بسبب اللوسس في الضغط. تمام. واضحه ان في لوسس بس حصل بسيط في الضغط، فانا رسمت خطين ضغط، خط الضغط اللي انا رفعت له على العالي بعدين نزلت كده. تمام. بعد كده انا نزلت برده، كان المفروض انزل ايزنتروبيك لحد هنا فنزلت لحد هنا. تمام. وعندي لوسس حصلت في الضغط برضه، فنزل الضغط شويه لهنا. واضح شكل الدوره كده؟ حاول تفهمها من الرسم عشان لما يجي لك يقول لك الدلتا بي اللي حصلت عندي، يعني لما يجي يقول لك والله حصل عندي دلتا بي في الكوندنسر او دلتا بي في الفيبريتور، تكون عارف الدلتا بي هتبقى نازله من فين لفين. تمام. يعني لما يجي يقول لك والله انا عندي كومبروسر، في حاجة؟ عايز بس الخط اللي هو اللي ده مايل شوية اهو. اللي هو ده المستقيم، ده النظري. ده هو مش مايل؟ ما أنا مش شايف. اعتبره مايل. تمام؟ وده مايل اهو. هو المرسومين زي بعض دول هما زي بعض. يعني ده اعتبره مايل وده مايل. تمام؟ فيبقى عندي في دلتا بي حصلت هنا، ودلتا بي حصلت هنا. والله ما بتفرقش في اي حاجه، يعني حاجه بسيطه جدا. ايه اللي بيحصل معايا؟ اللي بيحصل كل اللي بيحصل انك وانت خلاص انت من الضغط ده مثلا والله قدرت تجيب الضغط 2، او عندك يعني مديك الضغط 1 وضغط 2، وقال لك في لوسس معينه حصل، خلاص نزلت بالضغط كده، المشكله؟ يبقى انت قدرت تجيب الضغط الجديد، بدل ما انت كنت هتعامل ما بين ضغطين، لا هتعامل بين 4 ضغوط بس. وتبدا تشوف انت ناقص من فين لفين وخلاص. العمليه بسيطه ما فيهاش حاجه، يعني هنحل عليها مساله هتلاقيها بسيطه. كده بقت الشكل الدوره تعتبر شبه حقيقيه، ان ما فيهاش اي حاجه، خدنا كل اللوسس في الاعتبارات، ما فيش اي مشكله خالص كده. حد عنده اي مشاكل لحد هنا؟ تمام. هناخد تحسين بسيط او تعديل بسيط وبعدين نحل مسائل بقى، يعني دي هتبقى اخر حاجه في الشرح كده ونبدا نحل مسائل. جم فكروا هما الدورة شغالة، قال لك الدورة ايه شغالة، نركز فيها كده. دي 1 2 3 4. طبعا الدورة بتتحسن، الدورة بتتحسن كل ما انزل في التبريد اكتر. يعني انت كل ما بتنزل في التبريد اكتر، كل ما يعني كل ما تنزل درجه الحراره دي، فمعناه انك هتنزل هنا ساعتها التي 4 دي اللي هي درجه الحراره دي بتنزل اكتر عندك، فبتبقى احسن حمل. يعني عندك التبريد بدل ما انت نازل لدرجه الحراره قدرت تنزل اكتر، بس عشان انزل اكتر
قدامي لازم ارفع الضغط اكتر عشان خط الضغط يلا اقدر انزل اكتر. قال لك طب احنا عايزين نعمل حاجه نحسن بيها الدوره من غير ما ندفع حاجه زياده. قال لك نعمل ايه؟ شوف ركز كده، النقطه دي اوطى من النقطه دي، طب ما نعمل بينهم تبادل حراري بحيث ان على الاقل دي توصل لهنا فتنزلها شويه. قال لك هنحط مبادل حراري ما بين داخل الكمبروسر وخارج المبادل الحراري اللي فوق اللي هو كوندنسر، تمام؟ تبقى شكل الدوره عندي عامله ازاي؟ هيبقى عدني الكمبروسر عادي كده، دخل على المبادل الحراري فوق، خارج بقى المبادل الحراري اللي فوق ده مش هاخده انزله على طول كده اعمل له في التربينه، لا انا عندي ده عايز ان هم يبادلوا مع بعض، عايز اللي هنا ده يبادل مع ده، فوالله هعمل مبادل حراري بيني بينهم، هعمل مبادل حراري بيني كده. تمام؟ بحيث ان ده وهو خارج اساسا من تحت هنا بيكون خارج بارد شويه اللي هو لسه هيدخل هنا يعني. هيكون لسه ما دخلش يعني هو هنا بيبقى بارد شويه، فقال لك خلاص ما انا استفاد منه واخليه يبرد لي ده شويه، فيقوم راح هو ده بدل ما كان هنا هيطلع هنا كده. يبقى واحد هتطلع لواحد هنا. سماه واحد ايه؟ تمام؟ يبقى دي كانت واحد ودي واحد ايه؟ تمام؟ ودي بدل ما كانت ثلاثة قدرت انزلها تحت شوية فبقت ثلاثة ايه؟ فهمنا هنا التحسين حصل ازاي؟ التحسين حصل ازاي؟ نقول تاني، انا دلوقتي انا كل ما انزل تحت هنا في درجة الحرارة دي درجة حرارة الوسط البارد، ما دي الكيو ال. الكيو ال دي معناها ايه؟ معناها ان انا في ده الجزء الحراري او الجزء الحرارة اللي بيمتص عندي، فكل ما يكون ابرد هيمتص حرارة اكتر فيزود لي حمل التبريد وده اللي انا عايز استفاد منه. فانا عايز انزل في التبريد اكتر، طب انزل ازاي؟ انا مش عايز ادفع حاجة زيادة. قال لك والله ان ده بيبقى ابرد من دي، طب ما انا ابرد النقطة دي شوية غصب عني ساعتها لما انزل في التمدد هتنزل لي ابرد شويه. تمام؟ فالحمل ساعتها الحراري يزيد بقى، ساعتها كيو ال شوفوا زادت اهي. بدل ما كانت الحته دي. يبقى في كيو ال جديده بقت اطول من الكيو ال القديم. تمام؟ طبعا عندي ليميت للكلام ده. الليمت ده انتوا برضو خدتوه في حاجه شبيهه بكده قبل كده في السيرمو. الليمت ان انا عندي ما ينفعش الواحد دي تبقى اعلى من هنا، يعني دي مثلا لو افترضنا الثلاثه الجديده ما ينفعش واحد دي تبقى اعلى من الثلاثه الجديده، يعني هم لازم اخرهم يساووا بعض عشان لو انت بتحل جات لك مساله او فكره تكون عارف ان واحد يعني دي المفروض تبقى اخرها هنا كده. ليه؟ ما زادش بالمعدل اللي هو يعني هو زاد شويه لانك سخنت طبعا داخل هنا فالخط كل ما توسع اكتر كل ما المسافه بتزيد اكتر بس ما زادش بالمعدل اللي هو يعني لانك استفدت اكتر من دي. تمام؟ بدل ما انت كنت هتزود اسام في الطبيعي خالص من غير ما تستفاد من حاجه انت بس الزياده انك نزلت اكتر كمان. تمام؟ ما انا كان ممكن اشتغل اكتر يعني في الطبيعي ممكن اشتغل هنا وارفع لضغط عالي شويه بس ساعتها انزل عند نفس النقطه. هي الفكرة أنا قدرت أنزل في النقطة كمان زيادة. فيها حاجة؟ تمام؟ وأكمل بقى الدورة بتاعتي. إكسباندر لسه. يبقى ثلاثة إيه؟ ودي أنا أربعة. في مشكلة عندي في الدورة هنا. تمام؟ هيبقى عندي حاجة بس أنا أعرفها اللي هي الإفكتيفنس بتاع المبادل الحراري. تمام؟ اللي هي الإفكتيفنس بتاع المبادل الحراري. الإفكتيفنس بتاع المبادل الحراري عشان ساعتها أنت هتتزنق في الاتجاهات الجديدة اللي طلعت لك دي. تمام؟ أنت عايز تجيبها من نفس المعطيات اللي بيدالك في المسألة العادية، لأنه يوم راح قايل لك والله إحنا ضفنا مبادل حراري ما بين النقطة دي والنقطة دي. وقال لك إفكتيفنس بكذا. عايزين بقى نحسب بقية الحاجات التانية. فقال لك الافكتيفنس بتاع المبادل الحراري بتمثل لي الكيو الاكشوال
الكيول اكشوال المبادل الحراري نقلها ما بين المائعين، او هو نفس المائع طبعا بس يعني المائعين في الاتجاه مختلفين، على اكبر كيو كان ممكن المبادل الحراري ينقلها. قال لك اكبر كيو كان ممكن المبادل الحراري ينقلها هي ما بين 1 و 3، ما بين 1 قصدي اللي هي دي اللي هي البارده والسخنه قوي، دي اكبر حاجه. فتبقى ساعتها يبقى انا عندي في المقام يبقى اللي هي التي 3 ناقص التي 1 تمام، ويبقى انا عندي اللي اتنقل في الحقيقه التي 1 ايه اللي هي فين بقى؟ 1 ايه ناقص 1 او التي، ما هي برضه اتنقلت هنا 3 ايه ناقص 3 او 3 ناقص 3 ايه. هي معلش بقى تبقى هنا 1 ايه ماشي، سميها زي ما تسميها يعني، بس الفكره ان الماء اتغير حرارته من هنا لهنا، دي الحقيقه. ما هو اتغير من 1 ايه او من 1 ل1 ايه، بس انا بقى عشان ماشي من 1 ل1 ايه، وتغير من 3 ل3 ايه، يبقى ده التغير الحقيقي. طب اكبر تغير كان هيحصل امتى؟ والله لو 1 دي وصلت ل3 اللي هي الحاله المثاليه يعني تمام، دي امتى اعملها الحاله المثاليه؟ والله لو ما قالليش اي حاجه عن افكتفنس وقال لي ان في مبادل حراري، يعني لو في مساله قال لي والله في مبادل حراري، حصل تبادل حراري ما بين خارج الايفابوريتور، ما بين الخارج هنا وما بين خارج الكوندنس، حصل تبادل حراري اللي هو بيوصف لي في المساله، وما ادانيش ما ادليش افكتفنس المبادل الحراري، ساعتها افرضها بواحد تمام، اللي هي تبادل مثالي يعني. في اي مشكله لحد هنا؟ ليه؟ هيبقى قصاد بعض اه، ما دي الحاله الماكسيمم اللي هي خلاص اللي هو التبادل الحراري حصل بشكل مثالي. ليه؟ بتساوي 1 اه. امسح السبوره. تعال نحل مسائل بقى على الكلام ده. مسألة هنا قال لي عندي ريفرست جول سايكل قال لي البي 1 بتساوي 1 اتموسفير والبي 2 بتساوي 8 اتموسفير. طبعا ما مش هتفرق اتموسفير او بار يعني الوحدات كبيره فمش هتفرق في اي حاجه. وقال لي التي 1 بتساوي 7 سليزيوس تمام، والتي 3 بتساوي 27 سليزيوس، وقال لي الان بتساوي 1.25 والجاما قال لي 1.4، وقال لي عايز السي او بي في حاله البوليتروبيك وفي حاله الايزنتروبيك. الصوت يا باشمهندس تمام. مسألة مباشرة هنطبق يعني نشوف بس شكل تطبيق القوانين وكده. عندي الدورة بتاعتي ليه؟ هتبقى اكشوال ومرة ثيوريتيكال، ما قال لك ايزنتروبيك وبلوتروبيك. هو المفروض ان الجول دي ايزنتروبيك ليه؟ جول سايكل. لا هو ما يقول لك يعني كلمة جول سايكل افهم بقى على حسب معطيات المسألة، مش هيقول لك اكشوال جول سايكل يعني، ما هو اصلا عايزك تحلها بشكل ايه؟ فمش هيقول لك مرة اكشوال، هيقول لك في صيغة المسألة والله احلها لي عند الحالة البلوتروبيك في نهاية المسألة مثلا. يعني مش هتفرق يعني الكلمة انه لازم يقول لك اكشوال في صيغة المسألة. تمام؟ هو طالما ادالك ان وقال لك احسبها لي بولوتروبيك خلاص يكون عارف ان والله انت هتحسبها على ايزنتروبيك وتحسبها على البولوتروبيك. انا ارسم الدوره عندي عادي خالص اكنها اكشوال عاديه، وابدا احط النقط بتاعتي. تمام؟
وابدا اشوف والله هو عايز السي او بي في حاله البلوتروبيك والسي بي في حاله الايزنتروبيك. طالما هو عايزها في حاله الايزنتروبيك ابدا بيها على طول. عندي القانون بتاعي مباشر اعوض بيه اللي هو 1 على ار بي اللي هو 1 على 1 على ار بي اس جاما ناقص 1 على جاما ناقص 1. تمام. لا عندي الار بي اقدر احسبها. الار بي هتساوي اللي هي 8. تمام. انت يا دوب هتعوض على طول تعويض مباشر. عندك السي او بي في حاله الايزنتروبيك هتساوي 1 على 1 على ار بي اس جاما ناقص 1 على جاما ناقص 1. ما حدش يطبق بقى نفس القانون ده في البولوتروبيك. البولوتروبيك لازم نمشي بقى خطوات عادي. تمام. في اي مشكله هنا؟ خلاص يبقى كده في حاله الايزنتروبيك. حاله البولوتروبيك هبدا اخدها خطوه خطوه. ابدا اشوف بقى اتهات. والله مديني التي 1 لازم طبعا احولها لكلفن. هجمع 273 اللي ماشي ماشي. تمام. يبقى ما حدش يلخبط عشان برضو لحد رابعه والله ونلاقي الناس تحسبها بالسيليزيوس. ماشي. بعد كده هنكمل عادي. انا عايز احسب التي 2 طبعا ده كله في حاله البولوتروبيك بقى. يبقى التي 2 داش على التي 1 هتساوي ان هتساوي ار بي قصدي على ان ناقص 1 على ان. تمام. وعايز احسب التي 4 طبعا برضه مديني التي 3 فتبقى التي 4 داش على التي 3 تساوي 1 على ار بي اس ان ناقص 1 على ان. تمام. هتطلع عندك القيم بتاعتهم اللي هي التي 2 داش دي هتطلع 424 وهتطلع الثانيه 197. تمام. اللي هي التي 4 داش واحده هتطلع 424 واحده هتطلع 197 كلفن. طبعا عايز احسب طبعا الدبليو بتاع كل واحد اللي هي الدبليو بتاع الكمبروسر والدبليو بتاع الاكسباندر. عندي زي ما قلنا لازم نعوض بالان يبقى ان على ان ناقص 1 في الار في التي 2 داش ناقص تي 1 وبرضه هنا ان على ان ناقص 1 في الار في التي 3 ناقص تي 4 داش. يبقى انا كده حسبت كل واحده هتطلع قيمه الدبليو كومبريسور والدبليو اكسباندر. انا حسبتهم مع بعض يعني انت ممكن تعوضهم مره واحده على المقام على طول. تمام. فما حسبتهاش لوحدها. المهم بعد ما حسبت الدبليو كومبريسور والدبليو اكسباندر هنحسب الدبليو نت اللي هي بتساوي دبليو كومبريسور ناقص دبليو اكسباندر. خلاص. او عايز الكيو ال كمان. الكيو ال زي ما قلنا السي بي في تي 1 ناقص تي 4 داش. طبعا لازم تكون عارف قيم الار وقيم السي بي والحاجات دي ما حدش ينساها. تمام كده عندي كل حاجه. السي او بي عندي هتساوي كيو ال على الدبليو نت. تمام. في اي مشكله هنا؟ الصوت يا باشمهندسين الصوت الصوت. عندنا مسألة ثانية مديني فيها الام دوت بتساوي 700 كيلو جرام بير اور. التي 1 مداني ب 283 كلفن. البي 2
مداني باربعة ونص اتموسفير، التي تلاتة بتساوي 298 كلفن، البي اربعة بتساوي 1 اتموسفير، ومديني الهورس باور بتاع الكمبروسر بيساوي 45. تمام. وطالب عندي السي او بي الاكشوال والكيو ال. تمام. طب الوقت في المساله طالب عندي سي او بي اكشوال، مش مديني اي حاجه احسب بيها اكشوال. الايه؟ الايه تي ايه؟ ما احنا ما عندناش غير هنشتغل الطبيعي، ماشي. بس هو ليه مديني كلمه زي كده؟ يعني مديني اكشوال، ايه اللي ممكن مختلف هنا في المساله؟ افكر فيه بشكل مختلف قبل ما احلها يعني. ايه اللي هو مدوني هنا تحسوا ان هو كده الهورس باور؟ هو مداني ليه؟ ايه؟ هو مديني الام دوت، يعني مش معقول هيديني الهورس باور هيديني الام دوت عشان اطلع قيمه ايه؟ ما هي اتنين اقدر احسبها عادي، ما انا معايا الار بي اقدر احسب بيها الار بي. ما انت عندك نسب الضغوط. ايه؟ انت هتحسب المساله عادي كلها خالص، هتحسب المساله عادي كلها خالص، تمام؟ لحد ما هتوصل والكيو ال، الكيو ال هتحسبها عادي خالص ولا اكن في تغيير، والورك اكسباندر. هو كل اللي عايزه منك في المساله انك بدل ما هتحسب الدبليو بتاع الكمبروسر بالحسابات التقليديه، لا هتحسبها من هنا من الاتش بي دي، وتقوم راح معوض بقى في القانون. يعني انت دلوقتي الكيو ال، الكيو ال هتحسبها عادي اللي هي بتساوي السي بي في التي 1 ناقص تي 4. طبعا تي 1 عارفين هنحسبها ازاي، عندك الار بي بتساوي 4.5، تمام؟ وتقدر تحسب التي 2 من هنا، تمام؟ والتي 3 برضه مديها لك، تقدر تحسب التي 4 منها. فأول حاجة أنا حسبت الكيو ال، طبعا عند الام دوت مداني بس هحولها، يبقى حولها بالآلة حاسبة، تمام؟ يبقى أنت كده قدرت تطلع الكيو ال للكابتن. او السمول بقى سيبها زي ما هي، شوف انت عايز تحول انهي واحده فيهم مش هتفرق كتير. يبقى انا قدرت اطلع الكيو ال للكابتن، واحسب عادي الورك بتاع الاكسباندر عادي، تمام. الورك بتاع الاكسباندر عباره عن برضه السي بي في تي 3 ناقص تي 4 برضه في الام دوت. ما ينفعش بقى طالما هو اداني ورك اكشوال للكمبروسر، يعني هو مدينا حاجه اكشوال هي للكمبروسر، اروح احسبه انا ثيوريتيكال واكمل الحل واقول له اكشوال. يعني هو قصده هنا بالاكشوال انك اعتمد، والله لو في حاجه ومدالك اكشوال في المساله اعتمد عليها وحلها اكشوال، تمام؟ يبقى دي الفكره. بس يعني هي الفكره في كده، انك بس يعني انت هتعتمد على الجزء الاكشوال اللي هو مدولك في المساله في حساباتك، بدل ما انت تروح تحسب ورك الكمبروسر من واحد لاثنين، لا ما تحسبوش من واحد لاثنين. والله انت عندك الام دوت اهي ومدلك الورك ك اتش بي، طبعا هتحولها زي ما قلنا 75% دي وحده التحويل، وتحول زي ما تحول بقى، تمام. بعد ما تحول هتقوم راح بس مع هي تقسم على الام دوت او تسيبها زي ما هي طالما انت ضارب هنا في الام دوت. بس في الجزء بتاعه بس، يعني بتاع التحويل انت دلوقتي الاتش بي الواحد كيلو وات بيساوي الحصان، واحد حصان قصدي ثواني 775 كيلو اللي هو وات او كيلو وات. ما انت هنا الاتش بي، انت هنا لو حسبت بالسي بي اللي هي 1.5 من 1000، يبقى انت كده طلعت كله بالكيلو وات. ما انت عشان تحسبها ما انتش معاك اي حاجه تحسبها بيه، لانك لا لازم تحسبها بكفاءه معينه. هتجيب التي داش بناء على ايه؟ ممكن يعني ممكن ايه؟
حتى لو انت جبت الكفاءه بتاعتها مش هتجيب كفاءه الاكسباندر لان معكش اي حاجه تقول لك على الاكسباندر. ليه؟ دي الاكشوال. هو قصده انك بدل ما تحسب الورك بتاع الورك الكمبروسر من هنا انت هتحسبه من هنا وتعوض عادي تعويضاتك العاديه خالص، مساله تقليديه خالص ما فيهاش اي حاجه. تمام؟ ما انت لو جبت التي 2 اكشوال مش هتعرف تجيب منها الان. لان انت مش عارف هي الان دي كانت شكلها عامل ازاي، لان الان دي برضو عشان تكون فاهم ممكن تكون عامله كده، ممكن تكون عامله كده، ممكن تكون عامله كده. هو زميلك قال نجيبها منها، نجيب منها الكفاءه، بس انت ممكن تجيب كفاءه الكمبروسر بس مش هتعرف تجيب كفاءه الاكسباندر. هي المشكله كلها مش في 2 داش، هي المشكله انت ما قالكش الاكسباندر ده ماشي في انهي اجراء. يعني ما قالكش والله هو ماشي بوليتروبيك ولا ايزنتروبيك ولا ماشي بكفاءه. فانت مش هتعرف تطبق اللي طبقته على الكمبروسر تطبقه على الاكسباندر. فانت في المساله بس هتكتب كده، هتكتب والله ما ذكرش نوع الاكسباندر ماشي في انهي اجراء وتكمله على اساس انه ايدي. تمام؟ وفي مسائل ساعات بيجيبها، بيقوم راح جايب لك يقول لك والله الكمبروسر كان جابها في ميد تيرم، قال لك والله الكمبروسر ماشي باجراء بوليتروبيك والاكسباندر بنعتبره ايزنتروبيك. فعادي يعني، هو مسائل كان جابها قبل كده بنفس الفكره. دي فكره المساله عشان بس وانت ماشي ما تقومش رايح حاسب ورك الكمبروسر وتكمل حل عادي، لا، انت بتقف عند ورك الكمبروسر تجيبه من الحته دي. تمام؟ ليه؟ هي مسألة واحدة كمان نحلها بسرعة ولا تصورها وخلاص؟ هتصورها وخلاص؟ خلاص ماشي. ماشي خلاص.